أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Respected brothers and sisters, this khutbah will be in Arabic and English. I will be speaking in Arabic inshallah, then in English, incomplete. أحبتي في الله قبل البدء في الخطبة لمن يرانا من منطقة أوكفيل وميسيساغا نحن بحكم التعليمات والقانون في كندا ممنوع أن يتواجد في أي مكان فيه تجمع أكثر من 5 وبحكم العمل العاملون الإداريون المعنيون فقط بحكم عملهم نقوم من باب الحفاظ على الشعيرة بهذه الخطبة فالرجاء كل من هو جار للمسجد ويرى الخطبة على الهواء ألا يحضر لأن المسجد مغلق بالقانون ولن يسمح لأحد من غير الموظفين الإداريين بما لا يتجاوز العدد المسموح به وجزاكم الله خيرا أحبتي في الله موضوعنا اليوم هو من رحم الصعاب دروس عملية في التعرف على صفات أو على بعض صفات الله سبحانه وتعالى Practical lessons from the womb of difficulties, practical lessons to know some of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. In a specific, بشكل خاص نتعرف على صفة القدير والرحيم. كلنا نعلم يا أحبة نظريا أننا مؤمنون أو أننا نزعم أننا مؤمنون. نحن ندعي الإيمان وأسأل الله أن نكون كذلك. نسمع كثيرا ونكرر كثيرا ونقول كثيرا ونعلن كثيرا بأننا مؤمنون بالله سبحانه وتعالى الله الذي نؤمن به له صفات وفي أحاديث كثيرة أن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة فما هو إحصاؤها هل هو حفظها هل هو معرفتها لفظا ظاهرا أم هو الإيمان بمضامينها هنا أقف من وحي المعاناة التي نعاني منها الآن بل أزعم رأيي أنا ولا ألزم أحدا به من رحم البركة التي نعيشها أن الله من رحمته وحبه لنا أراد أن يعرفنا أو أراد أن يجدد تعريفنا بما نزعم أننا مؤمنون به بشيء من صفاته كم مرة سمعنا قول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير كم مرة سمعنا قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات كم مرة سمعنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كم مرة سمعنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون كم مرة سمعنا قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وكم مرة سمعنا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وكم مرة سمعنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وكم مرة سمعنا هذه وأشبهها وخاصة مثل قوله تعالى بل لله الأمر جميعا فهل حقا نحن موقنون بأن الأمر لله جميعا
هل نعيش فعلا أن الأمر لله جميعا؟ هل تلقينا هذه الآيات التي نسمعها ونكررها وتتلى على ما سمعنا ربما بالعام إن لم تكن الآلاف فمئات أو ربما عشرات المرات، بل بعضنا قد يسمعها العشرات في الأسبوع، فهل كنا نتلقاها بيقين؟ هل كنا نتلقى هذه الآيات بإدراك وطمأنينة؟ أم أن بعضنا قد أصابه ضعف في الإدراك لعدم معرفية الكيفية؟ ولعل الله أراد أن يعلمنا درسا. ما شأنك يا عبدي بالكيفية؟ هذا شأني أنا خالق مدبر الكون، أنت عليك أن تؤمن، الأسباب عندي، أن توقن بأن الله إذا أراد أمرا فعله. كم مرة تأثرنا بمضمون قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة، يخوفنا الشيطان من الفقر ويدفعنا للفحشاء. كم مرة في الواقع في حياتنا دافعنا هو تخويف الشيطان لنا لا وعد الله لنا. فكم مرة على الرغم من معرفتنا وإيماننا وسماعنا ولو شاء الله ولو شاء ربك ولو شاء الله بل لله الأمر جميعا عشرات بل مئات الآيات، في المقابل عمليا كم منا نحن معاشر من يزعم الإيمان آمنا بما تسمى القوى العظمى؟ كذاك الممثل الكوميدياني في أحد الدول العربية حينما قال هو ليس مصريا لكنه قلد اللهجة المصرية وكان يستهزئ بالشيخ الشعراوي رحمه الله، ممثل كوميدي مطبع صهيوني في أحد الدول العربية، كان يستهزئ ويقول الله ده اللي ما يخافش من أمريكا ما يخافش من ربنا في أحد إحدى مسرحياته. هذا وأمثاله كم من هؤلاء عمليا آمنوا بالقوى العظمى فيما يزعمون، الصين وروسيا وأمريكا، ولم يؤمنوا بالقوة العظمى الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى. كم منا من آمن بديمقراطية وشيوعية وعلمانية وليبرالية وتركنا وعد الله وآمنا بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ فهناك من اعتمد على أن هذه القوانين وهذه الأنظمة الرأسمالية والمادية والربوية هي التي تحقق الازدهار والرخاء، فأراد الله أن يؤدبنا بعد أن آمن بعضنا بليبرالية مزعومة وبعضنا آمن بديمقراطية مزعومة وبعضنا آمن بعشائرية مزعومة وبعضنا آمن إلى آخر كل هذه المزعومات الوطنية والقطرية والعلمانية والليبرالية، أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها. كم منا من اعتقد بها اعتقادا ودان بها دينا دون دين الله، وإن كان اسمه محمد وأحمد وإن كان يزعم أنه محب لله مؤمن به. فكم سمعنا من الله سماعا للأسف لم تجاوز عند البعض الآذان. قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأرانا الله بعضا جزءا بسيطا جدا جدا من آياته في أنفسنا وفي الآفاق، فلعل الله كما أقول أراد الله يظهر عظمته وقدرته لنا ليؤدبنا. هذه واحدة من تجليات صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة القدير سبحانه، عليم جبار قدير. والصفة الثانية صفة الرحمة التي تتجلى. كم سمعنا قوله تعالى عن يوم القيامة والبعث والنشور والحساب، آيات بالمئات، لا أبالغ إذا قلت بالمئات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إنك ميت وإنهم ميتون. مثيلات هذه الآيات التي تؤكد على حقيقة القدوم على الله في أي لحظة هي بالمئات لا بالعشرات، نسمعها نرددها نحفظها نكررها نسمعها، لكن إلى أي مدى فعلا نحن موقنون بها؟ وخاصة كما أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا، والآن صفة الرحمة لم أظهرها بعد، نحن نعيش في آيات كما قلت كثيرين جدا كثيرة جدا تتعلق بيوم القيامة والبعث والنشور، لكن لأسباب عديدة، منها الفكر المادي ومنها التعلق بالدنيا ومنها أسباب عديدة جدا ومنها الشهوات ومنها الذنوب، لم نعد نتذكر حقيقة
يوم القيامة. فكما أن الله من رحمته في شعيرة الحج ويوم عرفة تخصيصا برأي العبد المتواضع، يوم عرفة هو يوم تدريب عملي على يوم المحشر والحساب. يأتي الناس دون ألقاب، دون قبعات، دون رتب، دون معرفة من هم، فقط بقطعة من القماش، يقفون في صعيد واحد. كما أن نتدرب على في ذلك اليوم على يوم الحساب، أراد الله برحمته أن يوسع دائرة التدريب على البشرية جميعا. فبعث لنا كما سمى أحد الدعاة ما يحصل من كورونا الآن بالقيامة الصغرى، فأخذت عبارته وأخذت بعض من عباراته. يقول أحد الدعاء: هذا الفيروس لعب دور القيامة الصغرى رحمة بنا، بشر محبوسون خائفون من النفس، يفرق بين المرء وزوجه والأخ وأخته، يفر المرء من المصاب دون اعتبار لصلة الرحم، مات البعض ولم يصلوا عليه، والبعض دفن مثل نقل البضائع. إيطاليا تحولت حسب كلام إلى مقاطعة هندية تحرق الجثث. كوريا الشمالية تهدد بقتل المصابين. بعض الدول الغربية الغنية لا تسمح لكبار السن بالدخول والعلاج. فأرجع إلى يوم يفر المرء من أخيه. قال: دربنا على معنى القيامة الصغرى، ثم ختم حديثه بما معناه. قال: الفرق في أن القيامة هناك تقارب في الصفوف وخوف وتعري، أما الآن فعندنا خوف شديد وتباعد في الصفوف وستر، لكننا نتدرب على الفرار والخوف والتبرؤ. وعندها بعد أن قرأت هذا تذكرت قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أكاد أقسم بالله أن هناك الملايين الآن يطبقونه، يعيشونه الآن. وكلكم رأى ذاك الذي دخل بيته فأراد طفله أن يقبله فابتعد عنه ثم أخذ يبكي لا يستطيع أن يلمس ابنه، هو طبيب على سبيل المثال. وكلكم رأينا ربما عشرات الفيديوهات، تلك المرأة الإسبانية وتلك العجوز الإيطالية ثم البريطانية التي تبكي: منعوا أبي، منعوا أمي، منعوا أختي، لم أتمكن، لم أستطع. مئات الفيديوهات. الآن لا أتحدث عن العرب ولا أتحدث عن المسلمين، أتحدث عن البشر. أراد الله أن يقربنا من معنى القيامة الصغرى. وهنا تأتي الحكمة. كم مرة سمعنا قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، وكثير منا نسمع ولا نتوب. وكم مرة سمعنا قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأراد الله أن يوقظنا من هذه الغفلة برحمته، فأوقعنا في دورة تدريبية لأهل الأرض جميعا لنخرج من غفلتنا لعلنا نتذكر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن تكون هذه الظروف سببا لقربنا من فهم بعض صفات ربنا القدير والحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate, the most merciful, all praise and thanks are due to him, and peace and blessings be upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He who is guided by the will of Allah, no one can misguide him, and he who is misguided, no one can guide him except Allah subhanahu wa ta'ala. Respected brothers and sisters in Iman, wherever, Allah subhanahu wa ta'ala, the title of my khutbah today, basically, from the womb of difficulties, practical lessons to have an idea about some of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. The first point to be highlighted: we do claim as Muslims, as believers, that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. But do we have the certainty with the full realization of understanding what does faith in Allah mean? I mean, we say that we are believers, but part of the
pillars of faith in Allah subhanahu wa ta'ala, we need to realize the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. When we say we believe in Allah, it's not a mere philosophy. It's not a philosophical thought. It has something practical. Allah subhanahu wa ta'ala has tens of names. We read in the Quran, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Raziq, Al-Qadir, Al-Musaytir, Al-Muhaymin, the Almighty, the Exalted, the All-Knowing, the All-Hearing. We do say it. Do we realize them? Do we live according to them? This is my first point. Now, we hear Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says in tens of ayats, had Allah willed, for example, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. We have many, many verses about the wish of Allah, the will of Allah, where Allah subhanahu wa ta'ala, if He wants to do something, it's up to Him to do. Do we believe so? We have tens of verses Allah subhanahu wa ta'ala say, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Had Allah willed, He would have taken their hearing and their sight. For example, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Had Allah willed, He could have made you just one nation. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ. Had Allah willed, if Allah wants, Allah could have made, they have not done it if. And tens of verses talks about the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So I want to talk about the attribute of Allah, which we call it Al-Qadir. In English, they say the most capable or Almighty. Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty. Now, do we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is capable and able to do whatever He wishes? In theory, we say that we believe. But how many of us, in practice, we believe in something else? Such as, we believe in communism, we believe in nationalism, we believe in capitalism, we believe in whatever, you know? This ism, 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 ism. In practice, we have laid our power, our trust in something else, in different systems, different isms, different creation, X, Y, Z, from this person or that person or this, you know, party or that party. We do claim so as if Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show His real power for us by telling us the amazing meaning of سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala wanted, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, we will show them our signs in themselves and in the horizons till it becomes clear for them that it is the truth from Allah subhanahu wa ta'ala. It is just a small sign. I'm not just discussing the virus. The virus is just something very simple. There is a big lesson behind it. Allah wanted to give us the lesson. This is the first, you know, attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, which has to do with His power, Almighty, the most capable. The other attribute, it's the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which came to my mind through the meaning of how many times that we do hear Allah subhanahu wa ta'ala speaks in the Quran. Allah says in the Quran, talks about the accountability, the day of judgment, and that we will die. إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. O Muhammad, certainly you will die and they will die. No soul knows when he or she will pass away and where he will pass away. In theory, we believe in that. We know them, but do we live accordingly? Are we ready for this fact? So Allah subhanahu wa ta'ala, one of the preachers, Jazahullahu Khairan, he made like a resembling or a comparison between what happens with human beings, on top of them Muslims, and the day of judgment. He called it the minor or the small day of judgment. So he was referring to قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran says, you know, remember the day when the person amongst us will be fleeing from his siblings, his brothers, his mother, his father, his spouse, and his sons and daughters. Every one of them لهم شأن يغني. Every one of us will have enough concern for him or her. Oh, none of us will spare any time to take care with anyone else except himself.
are we witnessing this in many different countries or not? Or يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. They will be able to witness, to see that the mujrim, the wicked, to ransom, you know, from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, which means to replace himself with anything, to forsake, to get rid of Bani, which is his, you know, daughters and sons, his spouse, his brothers, all of his tribe, all of them just to escape, but nothing will happen from that. So one of the preachers, he made like a comparison, how many of us now, we are not able, we can't even touch our clothes, you know, brothers and sisters, or even our families. We are not able to talk with each other. Just everyone say, nafsi, nafsi, I just want to protect myself. It's like a small practice on the day of judgment from now. Now, the wisdom behind the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala is giving us like a small lesson to remember us that Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for our repentance. Because many of us, I'm talking about Muslims and believers now. People of earth in general, many of them, they do not care with their Lord. Now the believers who should be a role model for everyone else, unfortunately, for many reasons, many of them, they are busy with everything else except their faith and their iman and Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah, out of His mercy, is reminding us with قوله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Do repent, come back to Allah subhanahu wa ta'ala. And the other, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. The people's judgment basically has approached them and became very close in them. وهم في غفلة معرضون. They are heedlessly turning away from Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, the most merciful, the most compassionate, wanted just to give this reminder for us. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be from those really who accept the reminder and who has received the reminder. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويغفر لنا ويعافنا ويعفو عنا ويتجاوز عنا خطايانا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها وكن معهم. اللهم كن مع المستضعفين المظلومين اللاجئين. اللهم اصرف عنهم ظلم الظالمين واغفر لهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.